الهندسة الإقليدية هي أحد الأنظمة الرياضية وضع أسسها العالم اليوناني إقليدس. هو أبو الهندسة وعاش في الإسكندرية قرابة 300 عام قبل الميلاد. اشتهر بكتابه العناصر وقد وضعه في 13 مجلداً. وعناصر هذه الهندسة هي النقطة، المستقيم، نصف المستقيم، القطعة المستقيمة والدائرة. وقد وضع إقليدس 5 مسلمات. المسلمة الأولى من نقطتين يمر مستقيم وحيد. المسلمة الثانية يمكن إنشاء خط مستقيم من خلال تمديد نهايتي قطعة مستقيمة من الجهتين إلى ما لا نهاية. المسلمة الثالثة يمكن رسم دائرة من خلال نقطة مركز ونصف قطر. المسلمة الرابعة كل الزوايا القائمة متساوية. أما المسلمة الخامسة فقد بقيت الأكثر غموضاً والأكثر بحثاً ودراسة. طيلة تلك القرون وحتى يومنا هذا. المسلمة الخامسة إذا قطع مستقيم مستقيمين وكان مجموع قياس الزاويتين الداخليتين الناتجتين من التقاطع أقل من مجموع زاويتين قائمتين فإن المستقيمين يتقاطعان. حاول الكثير إثبات هذه المسلمة غير المثبتة والقائمة على المسلمات الأربعة الأخرى، وبدون إثباتها تنسف هذه الهندسة. فذهب البعض لذلك من خلال إثبات خطأ نفيها، وذهب آخرون لفرض فرضيات مخالفة لتلك المسلمة، مما نتج عنه هندسة مغايرة تتناسب مع ما تم افتراضه مسبقاً. ففتحت آفاق جديدة لولادة هندسات لا إقليدية ترسم على أسطح غير مستوية. هندسة لوباتشيفسكي وبولياي وريمان أمثلة على ذلك. التعليق الصوتي لي أنا أحمد السيهاتي. إعداد وتنفيذ المعلم حسن الجيراني.